إخواني أخواتي، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا من جديد في هذا الفيديو الجديد، والذي سوف نتعلم فيه إن شاء الله الفيربو كيرير. كما تشاهدون معي هنا سوف نتعلم فيه كما قلت الفيربو كيرير، وكيفية تصريفه يعني في الزمن الحاضر أو في المضارع، وما إعطاء بعض الأمثلة بجمل يعني يدخل فيها. كما قلت الفيربو كيرير، الفيربو كيرير أي أراد أو يريد إلى آخره. بخصوص كيفية تصريفه في الزمن الحاضر أو إن البريسنتي دي إنديكاتيفو، فيصرف على هذا الشكل كما تشاهدون معي. كما تشاهدون يو كييرو، قلنا ثانية تو كييريس، يو كييرو، تو كييريس. Él, ella, usted quiere. Una yo quiero, tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotros, nosotras queremos. Nosotros, nosotras queremos. Vosotros, vosotras queráis. Queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Ellos, ellas, ustedes quieren. Voy a repetir por la segunda vez. Hemos dicho que yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Ellos, ellas, ustedes quieren. Ahora vamos a pasar, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. سوف نرى بعض الأمثلة الآن. مثلا لكي أقول أريد أن أكل، أنا بغيت ناكل. مثلا quiero comer. Quiero comer. هناك قاعدة تقول يعني أن عندما يلتقي فعلان مثل هذه الحالة، دائما عندما يلتقي فعلان الأول يكون مصرف مثل كيرو في هذه الحالة، أي يو كيرو أريد، والثاني كما تشاهدون معي كومير، يعني يأتي في الفعل في المصدر يعني في أصله بدون يعني ليس مصرف. كومير كيرو كومير مثلا، أو لا بحال مثلا بويدو ترابخار، بويدو ترابخار أي أستطيع أن أعمل، أستطيع العمل، يعني الفعل الأول puedo ولكن trabajar يعني لن يعني بدون تصريف يعني غير مصرف، كذلك يعني في هذه الحالة quiero comer. المهم المثال الثاني quiero hablar contigo، quiero hablar contigo، quiero hablar contigo، quiero hablar contigo، أي أريد أن أتكلم معك، معك أو معك، بغيت نتكلم معك يعني. سنمر إلى مثال آخر. في هذه الحالة يعني سؤال، لكي أسأل شخص مثلا هل تريد أن تلعب معي؟ هل تريد أن تلعب معي؟ بغيت تلعب معي؟ نقول quieres jugar conmigo. Quieres jugar conmigo. Quieres jugar conmigo. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? El mitad tani, jugada por WhatsApp. Quiero ir a la playa. 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 أي أريد أن أذهب إلى الشاطئ، أو أريد أن أذهب إلى الشاطئ. في هذه الحالة يعني نفس الشيء، كيريموس يعني مصرف في الحاضر، ولكن إير في المصدر يعني بدون غير مصرف. الفعل الثاني هنا قلنا كيريموس إير على بلايا، كيريموس إير على بلايا. والمثال الثالث هو كييرو بيرتي، كييرو بيرتي، كييرو بيرتي. قلنا كييرو بيرتي، كييرو بيرتي. هنا عندي أمثلة أخرى.
مثلا لكي نقول كذلك أريد أن أكون معك أو معك، يعني تقولها مثلا امرأة لرجل أو رجل لامرأة أو ولد لبنت أو بنت لوالد إلى آخره. Quiero estar contigo. أريد أن أكون معك، يعني بغيت نكون معك. Quiero estar contigo. المثل الآخر عندي هنا هو مثلا أريد أن أرتاح. كذلك التقى، يعني التقى فعلان هنا في الأول مصرف والثاني في المصدر. Descansar. Quiero descansar. Quiero descansar. أي بغيت نرتاح، أي أريد أن أرتاح. Quiero descansar. Quiero descansar. هنا المثال الثالث كذلك أريد أن أنام، بغيت ننعس. Quiero dormir. Quiero dormir. Quiero dormir. آخر مثال عندي هنا هو مثلا لكي يقول أي شخص لشخص آخر مثلا أريد أن أتعرف عليك، يعني يقولها رجل لامرأة أو امرأة لرجل، أو أريد أن أتعرف عليك، يعني بغيت نتعرف عليك بصفة عامة. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Hemos dicho, bueno, quiero estar contigo. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero dormir. Quiero dormir. Quiero conocerte. Quiero conocerte. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Queremos ir a la playa. Queremos ir a la playa. أي نريد الذهاب إلى الشاطئ. Quiero verte. أريد أن أراك أو أن أراك. Quiero verte. Quiero comer. Quiero comer. Quiero comer. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. هذا كل شيء بالنسبة لدرس اليوم إخواني أخواتي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمنا. شكرا.